مهندس أشرف محفوظ مراقب شاطئ المندرة المجاني. طبعا بعد ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بفتح الشواطئ ومجلس ورئاسة مجلس الوزراء بدأنا احنا نفتح الشواطئ في اسكندرية، ودي كانت خطوة كانت كبيرة بالنسبة لنا، لأن طبعا الناس بعد فترة كبيرة كانوا محتاجين يبقوا موجودين في الشواطئ أهالي اسكندرية وطبعا الضيوف بتوعنا اللي بيجوا من المحافظات الأخرى. تم فتح الشاطئ ده، وكانت تجربة. كان السيد الوزير المحافظ قال ان هو عايز في اسكندرية يبقى فيه شاطئ مجاني تماما للمواطن، اللي هو يخش ما يدفعش ولا مليم، ودي اول تجربة عاملينها احنا في المندرة المجاني، بحيث ان المواطن من اول ما بيخش من على الباب مفيش اي سعر للتذكرة، يعني مفيش تذكرة بيدفع تمنها، بينزل يقعد تحت شمسية، برضو مفيش الشمسية او الكراسي اسعار، وحدات خلع الملابس، دورات المياه، كله مجانا تماما هنا. هو ده طبعا خدمة بيقدمها المحافظ لأهالي اسكندرية. تمام، الشاطئ هنا هو مساحته الكلية تقريبا 230 متر، ودي مساحة كبيرة، بيتميز في رمال، في جودة للرمال يعني، والشاطئ زي ما حضرتكم شايفين ورايا شاطئ مميز. بشكر سيادة اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية على المجهود المبذول من معاليه، والمراقبة الدائمة بالنسبة لشاطئ اسكندرية. بالنسبة هو فتح لنا الشاطئ، شاطئ المندرة المجاني، ان احنا كنا فعلا احنا كمواطنين اسكندرانيين كنا محتاجين الدعم من حضرته ومن سيادة اللواء جمال رشاد، ان في ناس محتاجة ان هي تنزل البحر، محتاجة ان هي تنزل تلاقي الخدمة اللي هي محتاجينها، فوفر لنا شاطئ المندرة المجاني وبعض الشواطئ الأخرى بالأسعار الرمزية، شاطئ زي شاطئ السرايا بخمسة جنيه، شاطئ الشواطئ التانية برضو ما تتعداش الخمستاشر جنيه. ويمكن أنا بضم صوت بصوت اللي هو جمال وصوت سيادة اللي هو محمد الشريف، إن إحنا ناخده بعضنا في الأسعار مكتوبة على البوابات، في الأسعار مكتوبة على جميع بوابات اسكندرية، وفي أرقام السياحة والشواطئ على البوابات، ان احنا في انتظار اي شكوى ان سيادة اللواء جمال بلغ بكده ان الادارة المركزية للسياحة والشواطئ مستنيين في اي لحظة تليفون مهما كان الوقت، ان هو في اي شكوى يتفضل ايه يعرضها. اي حد فرض عليه رسوم داخل الشواطئ بعد التذكرة يتصل بالرقم اللي على البوابة، والادارة المركزية هتتوجه له فورا وترد له الفلوس اللي هو دفعها، من ان احنا عايزين نمنع البلطجه اللي في الشواطئ بالكامل. والله انا اول مره اخش الشاطئ الاقي الاحترازات كويسه، الاقي الناس كلها ملتزمه بالكمامات، الاقي الناس كلها عامله احترازات اللي هي بعيده عن بعض، وده كله يرجع لسياده المحافظ لان هو اول مره يعمل لنا شاطئ مجانا في اسكندريه، ودي ما حصلتش قبل كده. واشكر برضو سياده اللواء استاذ جمال رشاد، هو برضو مؤسس الفكره،
وبشكر كل الناس اللي عملت الشواطئ دي للناس الغلابة. والله احنا مبسوطين ان الشواطئ اتفتحت بعد أزمة كورونا، واللي شفناه والكبت اللي احنا فيه كان ضغط ست بيت في البيت شغل وما فيش راحة وما فيش اي متعة، كنا بنيجي اكننا ما بنصيفش، لكن دلوقتي احنا نحمد ربنا الشواطئ اتفتحت بالمجان والحمد لله، الناس هنا استقبلتنا احسن استقبال وبدون اي مقابل، ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو اتاح لنا ان احنا نقعد مبسوطين وعيالنا فرحانة وينزلوا المية في امان وكل حاجة حلوة الحمد لله، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناته يا رب. ونشكر سيادة المحافظ على الشواطئ اللي حضرته فتحها بالمجانا وبعد أزمة كورونا طبعا اللي احنا شفناه، وناس كويسة صراحة ربنا قابلونا كويس ودخلونا بدون أي مقابل وطلعوا معنا واحد حطلنا الشمسية وحطلنا الكراسي وبدون أي مقابل، والله حتى طلبنا كرسي زيادة بصراحة ربنا قدموه جابهولي ومسحوه وقال اتفضل، بعد ما عليه فلوس قال لي لا اسف ما بناخدش حاجه بدل مجانا، وناس كويسه وربنا يسترها يا رب. وبنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنشكر سياده المحافظ بتاع اسكندريه وبنشكر كل المسؤولين. بشكر جدا سيد المحافظ على الاجراءات الجميله اللي عملها في الشاطئ، احنا بقالنا فتره بننزل اكتر من 5 سنين في الشاطئ ده، عمرنا ما لقينا التنسيق ولا التنظيم الاكثر من رائع مثل السنه دي. يعني قبل كان جائحه كورونا كانت المعامله غير نفس المستوى اطلاقا، احنا من ساعه ما جينا من الساعه 7 صباحا دخلنا كل شيء بالمجان، معاملة فوق المستوى من كل الموجودين في الشاطئ، الكراسي بالمجان، الشمسية بالمجان، معاملة لطيفة، الإجراءات الاحترازية ما فيش أي رسوم خالص، يدوبك بس طلبوا مننا بطاقة، وإحنا عارفين الكلام ده من امبارح لما سألنا الأمن، كان 10 صباحا بنتمشى امبارح قالوا لنا اللي هو اول يوم يفتح امبارح، لدرجه احنا جبنا كذا بطاقه واحنا جايين اكتفوا ببطاقه واحده وقالوا لنا تستلموها وانتوا خارجين. هو الشاطئ فضل طبعا مقفول كذا سنه بسبب الكورونا، الصيف اللي فات كان مقفول بسبب الكورونا، وبعدين المحافظ جاء بدا ان هو يطور الشاطئ ويعمل نظام جديد للشواطئ، خلى طبعا الحاجات الخاصة اللي كانت مسكة وكانت عاملة هرجلة فيه ما كانتش متزبطة، لكن لما المحافظة مسكتها بصراحة زبطتها حلو قوي، ما بقاش فيها أي مشاكل ولا أي حاجة، دخول طبعا منظم وفي تباعد بين الشمسيات، البحر بقى حلو نجيف وكده، الشط بقى ملموم، كان زمان الشط مفتوح قوي وكان فيه تداخل مع الناس وهي قاعدة على الشمسية، كان بيبقى مقربين قوي من بعض فكان بيبقى مشاكل، لكن دلوقتي بعدت الشماسة عن بعض، فطبعا ده حافظ شوية على الصحة، وتاني حاجة بقى الناس قاعدة مبسوطة ما هياش عندها مشكلة في أي خصوصية أو أي مشكلة بس، والأطفال بقى بتنزلوا حلو البحر، الأطفال بقت كده. حضرتك أنا كنت جاي الشاطئ فاكر إن هو بفلوس، ده واقع حصل معايا فعلا يعني، فحضرتك داخل بقول له التذكرة احنا كم فرض وهندفع يعني، فقال لا ده مجانا. طب ايه المطلوب؟ قال لي البطاقة بس بعد اذنك والكمامة، ده اللي حصل ودي شهادة يعني، ده اللي حصل معايا فعلا يعني. ايه الاجراءات المطمن لما دخلت الشاطئ تحت؟ زي الفل، الاجراءات زي الفل، لقينا ناس بتخدم علينا زي الفل، هيات اللي بيفرد الشمسية واللي بيعمل، وكلها اجراءات مجانية تماما يعني، ده واقع فعلا حصل يعني معايا أنا شخصياً.